يا جماعه ما نقف نقطه بقى ومن اول السطر يا دكتور انت ما بتتوقفش ليه بس خلينا بقى اتوقف ما عندكش نقطه ومن اول السطر لا نقطه ما تدينيش مجال يعني لا نقطتين نقطه ومن اول السطر نورهان انت عايزه تردي هنا الاستاذ فايز انا عايز اسال الاول عايز اسال الاساتذه السؤال الاول يعني دلوقتي التعليم متوقف على اللبس يعني دلوقتي لو اتحلت مشكله اللبس التعليم هيبقى كويس انا عايز اعرف كام في الميه من الطلبه اللي بيجوا مع الجامعه او المعاهد او الكليات تمام بيدرسوا هنا بقى الاجابه على السؤال بتاعها اولا بيتدخل فيه عوامل كتير جدا في طلبه راحوا اصلا الجامعه وده الكلام اللي بنتكلم فيه والمداخله بتاعتي مع حضرتك من اسبوعين كان عشان كده ان في طلبه راحوا الجامعه تتمشى انا جيت قعدت هنا مع حضرتك مره على اساس يعني على اساس ثواني بس اسوق لو تفتكر مشكله اللبس مع التمشيه ان اللي يعيد السنه يدفع رسوم قيده انا جيت هنا في البرنامج يدفع رسوم قيده وكانت الدنيا قايمه وفعلا هيتنفس ليه لانه بيروحوا رايحين يتفسحوا في الجامعه اللي عندنا عندي نمره واحد المخدرات المنتشره في الجامعه والطلبه ما بيدخلش محاضرات ما بيدخلوش واللبس اكتر من اللبس انا لو ثواني انا لو في انسه ملتزمه في داخل الجامعه ولابسه اللبس العادي ولابسه اللبس العادي وهتدخل محاضره محدش هيشغلها ويوقفها عايز اقول لك كام في الميه محدش هيشغلها ويوقفها كام في الميه من الطلاب ايه كام في الميه من الطلاب ان شاء الله يكون 10% لا 10% يعني 90% بيلبسوا بناطيل مقطعه لا لا ما هو لا 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 10% العكس لا العكس 10% لا طب لا نهائي انا طالبه خلينا يا دكتور بس خليها تتكلم معايا انا طالبه وشايفه ان 1% بس من الجامعه اللي بيدرسوا ماشي الكل بيروح ليه ما بيروحوش الجامعات والمعاهد بيعملوا ايه والكليات بيقفوا ده بيقفوا مع بعض لا 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 ثواني يا استاذ محمد لا مش وجهه نظر بيقفوا بنات وصبيان مع بعض وخلاص بيروحوا بيحضروا محاضراتهم بس مجرد ولا تعليم للدكاتره ده من وجهه نظرك انت تمام لا من وجهه نظر كل من وجهه نظر سيادتك يا جماعه بس من وجهه نظر سيادتك انت يا جماعه لو سمحت بعد يا دكتور احمد خليك بس السؤال دكتور احمد ممكن عايز اوضح نقطه بس لا انا لازم اعمل نظام للحوار يعني بجد يعني حضرتك لا تتوقف واذا حد اتكلم تصمم على انتزاع الكلمه منه لا انا مش طيب. مش خلينا ننظم عشان الناس تتكلم يعني خلينا ننظم الحوار دلوقتي يا استاذ وائل اتفضل تمام دلوقتي احنا دلوقتي انا شايفه من وجهه نظري كطالبه ان 1% من الطلاب اللي بيدرسوا في ايا كان جامعه ايه او معهد او كليه او اي حاجه 1% بس اللي بيدرسوا تمام الباقي بيروح لاما عشان يثبت حضوره في الجامعات عشان الدكاتره علشان ما يسقطوش عن الكلام ده كله تمام مش مشكله لبس تمام لما احنا هنواجه المشكله دي وهنمنع والطالب اصلا بص 1% فعلا من 99% من الطلاب رايحين مجبرين عشان اهاليهم علشان ياخدوا شهاده وبس علشان كل الكلام ده لما احنا كمان الموضوع ده هيتصاعد اكتر من كده ما فيش طلاب هيروح طيب ما فيش هيبقى في علم طيب شيرين عايز اسالك وانت في الجامعه وانت في الجامعه بتلاقي كده بتلاقي في حد لابس اكيد بلاقي كده اكيد بلاقي كده بس انا بتكلم في نقطه وهتكون صديقه ليكي و... عادي هو الموضوع على فكره مش طيب. مش عقبه ايه ايه سيبك من البنطلون مقطع حتى يعني عموما في حكايه الاحتشام وهو مفهوم بيرفعه عدد كبير من اساتذه الجامعه الان يعني حددوا ازاي الاحتشام يا جماعه حددوا ازاي ما بقاش ملفته رايحه الجامعه علشان الناس تتفرج عليا دي النقطه اصل هي المشكله مساله نسبيه بقى ثانيه طب انا اقول لحضرتك على حاجه هل دلوقتي المشكله بس في الجامعه على اللبس لا في مشاكل كتير تانية في الجامعه بس لو احنا فضلنا واقفين وبنقول ان دي مش نقطه البدايه مش هنبدا صح دلوقتي لما لا نقطه البدايه مش موضوع ان احنا نتقدم في الجامعه بالظبط الاختلاف إنما الاختلاف ما... بقى اختلاف فكر يعني انا اهتماماتي قبل كده النظام التعليم هو هو والمواد اللي بتدرس هي هي بس الجيل والاجيال اللي طالعه فكرها مختلف ازاي اهتماماتهم بقت مختلفه يعني انا مثلا هصحى قبل الجامعه بثلاث ساعات عشان البس وادور طيب. على لبس واعمل الكلام ده كله اهتمامات طيب. اختلفت دكتوره فاطمه انا عايز اسالك سؤال هو ليه الاهتمام بان ملابس البنت هي المتهمه بانه الحق الخطر في ملابس البنت الجامعات مهددة بالبنطلون المقطع والولد يعني هو أكنه أي حاجة تخص الستات في مصر دلوقتي بقت شماعة
علشان المشاكل يحطوها عليها وما نواجههاش بحقه حقيقي. وبعدين في علاقة أنا مش عارفة إزاي علم وجامعة حتى ما بيبقى الافتراضات مبنية غلط غلط. يعني عمر ما كان اللبس هو سبب في التحرش. أمال إيه سبب؟ اسباب كتيره جدا جدا الاشخاص نفسها. زي ما قلت لك ممكن يبقى بس ممكن ارد عليها. في حاجه اسمها علاقات قوه ما بين علاقه الرجل بالمراه. لما الراجل يكون محبط عايز يطلع الاحباط ده هون على حد حاسس ان هو اقل منه. هو حاسس انه اقل منه ليه؟ لانه المجتمع كله بيحسسه ان هو عشان راجل او شاب هو احسن من البنت او الست، بيدوا له حقوق اكتر في كل المجالات. فمين اللي هو يعني يركبه ويهز رجليه؟ الست او البنت. يا استاذه لان لو سمحت انا ما لو سمحت مفيش الكلام لو سمحت ما تقاطعنيش لو سمحت. انا اول مره اجي في برنامج وازعق. انا شخصيه هاديه واحب اتناقش بهدوء. لو سمحت ما تقاطعنيش لو سمحت ما تقاطعنيش لو سمحت ما تقاطعنيش ما نسمعها يا سمحت ما تقاطعنيش. هو ليه بيتحرش بيا؟ تخلص وما حصلش. ما تقاطعنيش تخلص بس اتفضلي. فلما الولد عايش في مجتمع مديله السلطه ان هو يقول البنت تلبس ايه وتتكلم ازاي وتتحجب ولا ما تتحجبش وتروح فين وتشتغل ايه وتعمل ايه، هو فرصة بقى. طيب فرصة انه فبيحط بقى فبيحط بقى. شاهين اسألي بتقول عايز اسألي سؤال. انا عايز اسأل كمان. انا عايز اقول طب هي عايز اسألك سؤال. يا استاذ وائل هي دي قضية مصر فقط. ما تستنوا شوية. مش قضية مصر فقط. هو العلم هو العلم بيقول لكم ولا مجلس النواب بيقول لكم لازم تقطعوا طول الوقت. يا جماعة في حاجة اسمها والله فضيلة الصمت. طيب هل القانون ده